دعونا نلقي نظرة على كيفية ظهور الحاجة إلى التحسين المستمر. خلال 30 عاماً الذهبية من النمو الصناعي بعد الحرب، كانت المشكلة الوحيدة التي تواجه الشركات هي القدرة على الاستمرار في الإنتاج لتلبية الطلب اللامتناهي. في ذلك الوقت، كان لدى الشركات منتج واحد أو خدمة واحدة فقط للعرض، وكانت الأدوات المصنوعة حسب الطلب هي الاستثناء. في هذا السياق، كانت الخياطة وصناعة الشارة نادرة جداً من أجل تحسين الإنتاجية والعمل بطريقة تسمح لأي شخص بالعمل في أي موقع. حدد الخبراء أفضل طريقة للقيام بذلك للعمال. وإذا تعرض موظف لمشكلة، فيمكنه الذهاب إلى مديره مباشرة واتباع تعليماته. مع هذا النوع من الهيكل التنظيمي، لم يكن هناك مجال للارتجال. أتقن كل شخص حرفته عن طريق اتباع الإجراءات بعناية والتحكم في التنفيذ. بالنسبة للعاملين، كان احترام الإجراءات أمراً بالغ الأهمية. ولكن بعد ذلك، بدأت الشركات تصبح أكثر وأكثر تعقيداً. زادت المنافسة، انخفض الطلب من العملاء، وأفسحت المنتجات الفردية المجال لعروض أكثر وأكثر تنوعاً. عند مواجهة مثل هذا التغيير في البيئة، يجب على الشركات تنظيم أنفسها بطريقة مختلفة لتصبح أكثر مرونة وتتمكن من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق. يجب عليهم أيضاً اعتماد سلوكيات جديدة من أجل تحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم بينما تظل مربحة. مع هذه الطريقة الجديدة للتنظيم، لا يوجد خبراء للتفكير بعمق وعمال لاتخاذ الإجراءات. يعتبر جميع الموظفين خبراء في مجال عملهم الخاص، لذا فإن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر قدرة على تقديم أفكار للتحسين. مع هذه الطريقة للتنظيم، يتم تشجيع التنوع من أجل زيادة مرونة الموارد وتوسيع المهام. مع هذه الطريقة للتنظيم، نعمل على مشاريع واسعة مع فرق متعددة التخصصات من أجل تحسين الأداء الشامل. مع هذه الطريقة للتنظيم، الإنتاجية ليست هدفاً في حد ذاته، يأتي من نظام عمل تدفق البركة، حيث يمكن للشركة تلبية احتياجات العملاء دون توليد مخزون غير ضروري. مع هذه الطريقة للتنظيم، نحن لا نسعى للعمل بشكل أسرع، ولكن بشكل أفضل. لتحقيق هذا، نفضل إنتاج الجودة بدلاً من التحكم فيها. مع هذه الطريقة للتنظيم، المدير ليس بعد الآن شخصاً خطوة واحدة أعلى يأتي للتحقق من عمل زملائه في العمل ويخبرهم ما هو الجيد وما هو السيء. يقدم المدير الدعم لفريقه من أجل مساعدة حل المشكلات التي تواجهها. للقيام بذلك، يخرج إلى الميدان يومياً بسلوك مثالي. على جميع مستويات المنظمة، المدير هو أيضاً الضامن لاحترام روح الكايزن كفكرة أن التحسين لا نهاية له ويبدأ في المنزل والآن. للخلاصة، ينقل التحسين المستمر الشركة بعيداً عن الهياكل التنظيمية المقسمة من أجل جلب نظرة عالمية لسلسلة القيمة، بحيث يمكنها التحرك نحو الدورات الصحيحة للعمل. لا يعتبر الموظفين مورداً بسيطاً، بالعكس تماماً. في الواقع، يضع البشر في قلب تنظيمه من أجل زيادة الأداء، بدلاً من الاحتفاظ بسلطة اتخاذ القرار في الأوساط الإدارية العليا. يعمل مع شبكته من مدير اللين من أجل تدريب العاملين ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر استقلالية عند حل المشكلات. أخيراً، مع هذه الطريقة للتنظيم، ستدفع الانفتاح والتعاطف أداء الشركة من خلال رضا موظفيها وعملائها والمساهمين ونظامها البيئي.